السلام عليكم عزيزي المشاهد. اليوم ده اراويلكم شلون الواحد ينظف القطع المسكوكات الأثرية بطريقة علمية طبيعية، بحيث الشخص يحافظ على القطعة مالته، هم من ناحية التنظيف وبنفس الوقت من ناحية القيمة المادية. طبعا هسه احنا بنحاول نعالج هاي القطع الساسانية معالجة طبيعية للتنظيف. أفضل طريقة لمعالجة المسكوكات الأثرية أنه يتم معالجتها عن طريق المعالجة الطبيعية، أي بدون إضافة أي محلولات كيميائية. لهذا هاي القطع شوفوها شوي متأكسدة، وهي قطع من الفضة الساسانية. نضيف البيكنج باودر اللي نفسه اللي نستعمله للخبز أو الكيك، لأنه البيكنج باودر مادة صناعية. فنحط هاي القطع، طبعا اكو قطع من انا حطيتها مسبقا بعدني، ونضيف المي الحار ونتركه تقريبا يوميا. مثل ما تشوفون عزيزي المشاهد بدا التفاعل بين البيكنج باودر والمي الحار والمسكوكات، ننتظر يومين ونشوف النتيجة شلون تكون. طبعا مثل ما تشوفون بدا اللون البيكنج باودر يتبدل، لو كان مي خالي حيكون مجرد أبيض، بس بدأ التفاعل تفاعل طبيعي، تنظيف طبيعي 100% بين المسكوكات الأثرية المتأكسدة بأكسيد الفضة وبعض العوالق القديمة الثابتة على الفضة. طبعا أكو كذا طريقة لتنظيف القطع الأثرية عن طريق التحليل الكهربائي، لكن أني أنصح أول شيء تجربون البيكنج باودر لأنه مادة طبيعية. هذني القطع صار لهن تقريبا 48 ساعة، حطيتهن بمحلول بيكربونات الصوديوم، وهي البيكربونات الصوديوم اللي تستعمل بطريقة تقريبا شبه شائعة للخبز او المعجنات. طبعا انا اشرح بنفس الوقت ان اراوي لكم. طبعا كربونات الصوديوم هو مركب كيميائي، وصيغته العلمية Na2CO3، ويدعى أيضا بالاسم الشائع رماد الصودا أو صودا الغسيل. يتواجد بالشكل العادي على شكل باودر بيضاء، خلي أراويكم العلبة بس حتى يصير عندكم فت فكرة. كلكم شايفيها اللي هي تستعمل للكيك، ومثل ما قلت توجد على شكل باودر بيضاء محاللية في الماء قلوية، ويمكن أن توجد طبيعيا كمعدن أو صناعيا، ويتم ذلك حاليا من خلال عملية سولفاي. هي عملية كيميائية حتى ينتج عن طريق العملية كيم تنتج كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم عزيزي المشاهد فعالة جدا للقطع المسكوكات الأثرية الفضية. بس ليش أني دا أراويكم بيكربونات الصوديوم وما أراويكم، يعني ما أستعمل أشياء أخرى؟ لعدة أسباب. أكو كذا طريقة لتنظيف القطع الأثرية. القطع الأثرية ميزتها يجب أن تحافظ على رونقها، وبنفس الوقت المعدن الخارجي مالتها يجب أن يكون كما هو. يعني أنا أنصح 99% أن القطع الأثرية لا تنظف غير فقط بالماء أو الصابون أو بمادة طبيعية 100%، لكنه بنفس الوقت تعتمد على نوعية المعدن وشنية المادة الطبيعية اللي تستعمل. أكو عملية تنظيف بالتحليل الكهربائي، لكن أخوان التحليل الكهربائي يخلي القطعة الأثرية تفور، بحيث يفقد جزء من خواصها الخارجية للقطعة ويسبب تلف القطعة. وكثيرا من المتاحف يستعملون التحليل الكهربائي، ومع الأسف أيضا كثير من المتاحف يستعملون الضغط عن طريق الهواء مع رمل الزجاج، وهذه طريقة تساعد على تلف القطع ماديا، وأيضا تفقد جزء من تاريخها القديم. لهذا السبب دعاني أراويكم
بيكربونات الصوديوم، لأن بيكربونات الصوديوم يحافظ على القطعة مثل ما هي ويشيل الأجزاء الملتصقة، الأشياء الملتصقة على القطعة. أنا رويت لكم القطعة كانت سوداء لأنه الفضة بعد الضغط والحرارة وعلى مرور 1000 سنة أو كذا 1000 سنة، أو حتى المجوهرات المستعملة حاليا أثناء التعرق أو أثناء إفرازات الجسم، أو إذا كانت قريبة من مواد مهيجة للفضة، الفضة يفرز يكون طبقة عازلة تسمى أكسيد الفضة، بحيث يحافظ القطعة من التلف. ولهذا أغلبية القطع الأثرية اللي عافرين عليها تكون شبه، يعني بطريقة شبه عامة تكون سوداء، لأنه الفضة يفرز مادة، أو عفوا يعني يتأكسد، عفوا أنا قلت يفرز، إنما يتأكسد مع الجو ويكون أكسيد الفضة، بحيث تكون القطعة محافظة على شكلها. بيكربونات الصوديوم يشيل الطبقات الزائدة من عندها ويحافظ القطعة ويخلي القطعة رونقها مثل ما هي، إن كانت نظيفة فيبقى رونقها نظيف، وإذا كانت أشياء ملتصقة بها فيشيلها، ليس 100% لكنه يشيل أكثر من 75%، وهي طريقة مجربة علميا، وما تفقد القطعة خواصها المادية ولا التاريخية. وأني أنصح الهاويين اللي عايشين بالشرق، احنا نقول في يعني في دولنا العربية، اكو مسألة تجارية معروفة انه القطع يجب ان تكون نظيفة لكي تباع، لكنه مع الاسف الشديد اثناء تنظيف القطع جماعة ينظفوها بالرمل، جماعة ينظفوها بالتراب، تراب الفحم، جماعة ينظفوها بالبولش حتى تكون تلمع مثل هاي القطعة. هاي قطعة مو اثرية، هاي قطعة عمرها تقريبا 80 سنة، دنماركية، حتى تكون رونقها جيد حتى يجي المشتري. اخوان انا حطيت هنا أنا مثل، طبعا انا دا احكي واشرح لكم، لان هاي القطع هسه حنظف لكم، هذا قطع ساسانية اثرية، هاي قطعة، هذا التأكسد الطبيعي مالتها للقطعة، هاي من سنة 1928، وهذه ايضا، لكنه هاي منظفة عن طريق البولش، ويتم تنظيفها ايضا بوضع محلول الحامض اللي هو محلول الليمون. لكنه هاي القطعة مثلا إذا هاي القطعة سعرها التجاري 10 دولار، هاي صار سعرها الآن دولارين. هذا متعارف عليه في جميع الدول الأوروبية، أنما في الدول الشرقية لا تباع القطع إلا إذا كانت نظيفة. بس نصيحة خذوها من عندي، لا تنظفون القطع وتلمعوها، لن تفقدون أكثر من 60% من قيمتها. زين، أما التحليل الكهربائي فهو يخرب القطعة إلا إذا كان الشخص خبير ويعتمد على المادة المضافة، أي المادة المضافة لعملية التحليل الكهربائي، لكنه بنفس الوقت مع الأسف الشديد أغلبية القطع تتلف. بيكربونات الصوديوم عملية جدا مجربة وطبيعية. شفتوا أنتوا القطع سابقا شلون كانت، خلينا نشوفها بعد ما ننظفها بالماء العادي. شوفوا لونها يمين شلون صار، تقريبا يعني شنو اوصفه، تقريبا اخضر، او تقريبا يعني اخضر خفيف. هسه ننظف القطع، شوفوا انتبهوا العوالق بدأت توقع، السواد بعد موجود، يعني السواد القطعة الطبيعي التأكسد يبقى موجود، لكنه أي إضافات أخرى على مر الزمن والسنين توقع مثل ما تشوفون. هذا من قطع أثرية يرجع زمنها إلى العهد الساساني، مو أقل من 1600 سنة عمر القطعة. هاي اخوان الشيء بدي اعلم، يعني اعطيكم اياه، يعني اعلم لكم اياه قربة لوجه الله، يعني واحد يثقف نفسه بطريقة او باخرى. انظروا الى هذه الاشياء المتساقطة اخوان، هذه العوالق في ذلك الزمن، بس بنفس الوقت اكو عوالق اساسية بالقطعة يجب ان تبقى، ولا يصير الواحد شاطر ويجيب يعني فرشة حديد
ويضيف. هاي فرشة عادية، هاي من رسم، فرشة عادية من رسم، ويوخرها بكل بساطة، وتبقى القطعة جميلة جدا ومحافظة على رونقها. طبعا انا حراويكم اياها بعدين ان شاء الله بعد التنشيف، اراويكم تعود الى اي حقبة من الملوك الساسانيين. صارت عندكم فكرة، هناك كذا طريقة، عن طريق التحليل الكهربائي اكو مختصين يسووها، لكنه تعتمد على المادة المضافة والمادة التي تريد ان تنظف بها. كثير من القطع تتلف لان المتاحف مو تجار، عليهم تنظيف القطع ويحطوها بطريقة علمية مضبوطة بالمتاحف، لكنه في بعض الأوقات تنظيف القطع تكون تالفة، مثل هنا أحد المتاحف في الدنمارك يسمى متحف ديفيد، يعني أغلبية القطع المنظفة عن طريق ضغط الهواء مع تراب الزجاج. ومع الأسف القطع جميلة ونادرة، لكنه تنظيفها خطأ مع الأسف الشديد، وهذا ليس كلامي إنما هذا كلام كثير من الخبراء. طيب هسه عندنا هاي القطع، نطلع واحدة واحدة وننظفها ننشفها، وبعدين ننطيكم الفترة التاريخية مالتها. هسه صارت عندكم فكرة، عملية تنظيف جيدة عن طريق الليمون، ليمون، لكن مع الأسف تفقد القيمة المادية، لهذا لا أنصح. وعملية الليمون فعالة بالنسبة للقطع النحاسية، لكنه تفقد القطعة قيمتها المادية. هناك كثير من الدول العربية يتم تنظيف القطع حتى يبيعوها تجاريا، لكنه مع الأسف هذا الشخص على سبيل المثال إذا اشتراها من دول عربية وباعها في دول أوروبية تفقد خواصها التاريخي، لأن هذا يعتبر إحنا نسميه شور فيس، يعني الطبقة الخارجية، جزء من تاريخ القطعة. فهذا إذا تم إزالته يعني أزالوا جزء من تاريخ القطعة. هذا الشيء أقول لكم إياه شيء علمي موجود عند كثير 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 من الدول الأوروبية، والمتعارف عليه عملية تنظيف القطع، لهذا تسقط خواصها من جزء من خواصها التاريخية وكثير من خواصها المادية. هسه احنا في عملية تنشيف هذه القطعة.